تحسينا لخدمات الصحة الجوارية بولاية تجورت، تدعمت عدة مصالح استشفائية بعتاد طبي حديث على مستوى 19 عيادة جوارية. إعادة تجهيز بعض العيادات المؤسسة، من ضمنها كراسي الأسنان، طاولة الأشعة، وكذلك مخابر. المبلغ اللي هو 200 مليون دينار اللي خلينا باش نتم اقتناء 15 سيارة إسعاف، كذلك مبلغ ثاني اللي هو يدخل في عملية إعادة تجهيز أو تجديد الأجهزة الطبية على مستوى العيادات المتخدرات اللي هو 100 مليون دينار. ولتكفل صحي أفضل بالمرضى، جهزت مصالح أمراض الكلى بمستشفى الطيبات بأجهزة جديدة لتصفية الدم وعتاد طبي حديث في الأشعة وطب الأسنان. تدعمت المؤسسة بعديد من الأجهزة الطبية، خاصة مصلحة تصفية الدم دياليز، كذلك دعمنا ثاني المؤسسة بعدة أجهزة أخرى، خاصة في المخبر وفي مصلحة الأشعة وفي مصلحة طب الأطفال ومصلحة حقن الدم. تجي هنا تريح، تروبوزي، تصفي، تروح، لاقي غدرك، لاقي المهم لاباس. العيادة أخويا احنا بنجوا هنا استقبلونا بكلش. كما خصصت مصالح الصحة عمليات مختلفة لتوسيعة بعض المصالح الاستشفائية وإعادة الاعتبار للهياكل الصحية بالولاية، ومشاريع جديدة لتقريب العلاج من المناطق المعزولة.